طيب عندك متعليق؟ لا خلاص يكفي. طيب جزاك الله خير. ثم يقول بعد الآية: ألم يجعل لهم الولاية العامة ألم يقصرها بعد الرسول عليهم فقرا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. جميل جدا. شوف الآن سأقرأ معك لو تسمح لي. تفضل. الرابعة عشرة. إيه. ألم يجعل لهم ولم يقل له. نعم. إيش؟ ألم يجعل لهم. لهم. نعم. بالميم بالجمع. جمع. وليس له، ليس لعلي، وإنما نعم. لهم. ممتاز. ألم يجعل لهم الولاية العامة؟ ألم يقصرها بعد بعد الرسول عليهم ولم يقل عليه؟ أنا أرجو التنبه هنا. واضح. ممتاز. فقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن الذين آمنوا هم الذين قصرت عليهم، صحيح ولا لا؟ واضح. طيب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب أنا لعلي لا أحسن قراءة القرآن، نقرأ من المصحف ممكن؟ إيه تفضل. ممتاز. لأن أنا أخشى أني لا أحسن القراءة. طيب الآن عندما نقرأ من المصحف، لا معروفة معروفة الآية معروفة. لا أنا أريد أن أقرأ المصحف حتى الناس تفهم. أحسنت. أنا أحفظها لك حتى الناس تفهم. أحسنت. أقرأها من المصحف. طيب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أليست كذلك عندك؟ إيه نعم. ممتاز. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مر بك اسم علي؟ ما مر. إذا ما في اسم علي من أين أتوا؟ هذا المصحف ما في اسم علي. يعبثون بكتاب الله، عبث بكتاب الله تبارك. أين اسم علي؟ أين اسم علي؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم. أين علي؟ ما فيه. دعاوى باطلة، وهذا الذي جعل علماءهم يعترفون لا يوجد، لا يوجد نص في علي رضي الله عنه.